واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها حقه علينا وعلى خلقه أجمعين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا، هذا أمر بالعبادة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أمر إننا نعبد هو جل وعلا، لأنه ربنا ما خلقنا لنأكل ونشرب ونتزوج ونجمع الأموال، وإنما خلقنا لغاية هي أعظم غاية من الغايات، وهي عبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالناس ما تغفل، دي أعظم غاية وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل هذه العبادة وهذه الغاية أرسل الله جميع الرسل، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك بالله جل وعلا، لا وليا صالحا ولا رسولا ولا نبيا ولا ملكا ولا إنسيا ولا جنيا، إفراد الله بالعبادة هو حق الله عليكم، ده حق ربنا علينا يا جماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحديث ده نفس الكلام الجفوج في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دي في الآية. في الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني يا جماعة، ربنا باختصار شديد جدا في الكلام، ربنا داير مننا حاجتين بس، اثنين فقط: نعبد الله وما نشرك مع ربنا أحد في العبادة. العبادة دي شنو هي؟ في ناس بيفتكرون العبادة بس الصلاة دي بس، وصيام رمضان والحج وبر الوالدين والوضوء. صح، دي عبادات ومن أعظم العبادات، لكن في عبادات تانية عظيمة، بل هي أيضا من أعظم العبادات، زي التوكل. الإنسان دار يتوكل، ما يتوكل إلا على ربنا. طالما أنت مؤمن ما يجوز لك تتوكل إلا على ربنا. ربنا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الليلة الناس بيتوكلوا على منو؟ في ناس بيتوكلوا على الله. نسأل ربنا يجعلنا جميعا منهم ومن المتوكلين على الله. لكن في ناس الواحد بيتوكل على غير الله، وبيتكل أموره على الشيوخ والفقراء والفكيا والناس اللي بيظن إنهم صالحين، هم ما صالحين. لكن حتى لو كانوا صالحين ما يجوز يتوكل عليهم من دون الله، لأن التوكل عبادة عظيمة لا يجوز أن تصرف إلا لله. يقول لك: توكلت على الله وعلى سيدي فلان، توكلت على الله وعليك، ده شرك يا جماعة، شرك. والشرك ده خطير جدا، مش خطير، أخطر ذنب وأعظم جريمة وأكبر بلوى، بسبب ربنا بيغطس حجرك
وبسبب ربنا أهلك الأمم التي كانت قبلنا. ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. ليه؟ لما ظلموا، لما ظلموا يعني لما أشركوا، ربنا أهلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. فأي مشرك مجرم، ربنا قال وكذلك نجزي القوم المجرمين. دي مسألة مهمة. والشرك يا جماعة بسبب ما بتدخل الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أكبر جريمة، وربنا ما بيغفر لمن مات عليه أبدا. أي ذنب، الإنسان لو زنى، لو كتل الرقاب، كتل الرقاب، لو شرب الخمور جميع أنواع الخمور، كتل الواطد كلها وتاب، ربنا بيغفر له. وإذا مات وكان موحد وفعل هذه الذنوب والمعاصي، لا شك إنها معاصي عظيمة، الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، لكن ممكن ربنا يغفر له. أما إذا مات على الشرك ربنا ما يغفر له أبدا أبدا أبدا، ولا يدخل الجنة ولا دقيقة واحدة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ده الله ما بيغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لكن الإنسان لو تاب حتى من الشرك قبل موته ربنا بيغفر له. لو كان بيمشي للشيوخ ولا الفقراء ولا السحرة ولا ستات الودع ولا اللي بيفتحوا الكتاب ولا اللي بيعملوا العمل، ده شرك، شرك. والذهاب إليهم كفر يا جماعة. جماعة اللي بيقول لك نحن ما بفتح الكتاب وبوريك انت حيجيك شنو، انا برقد لك بالخيرة، ده كله كذب ساكت، وده كفر بالله. لأنه ده في الشريعة الإسلامية اسمهم كهنة، كهنة وعرافين، الرسول سماهم كده صلى الله عليه وسلم. حكم الزول اللي بيمشي لهم شنو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فقد فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيمشي لهم ده كافر ويصدقهم. الكهنة والعرافين هم الفكهة ذي ذاتهم والفقراء، ناس اللي يفتحوا الكتاب ويقول لك بيحصل لك، أو يقول لك الحاجة الذهب المسروق ده أو القروش المسروقة تلقاه في المكان الفلاني، حتى لو مشيت لقيته في المكان الفلاني زي ما قال برضه ده كاهن وعراف. الكلام ده قاعد يجيبه منين هو؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى لنا حاجة إلا ورانا لها، زي ما ذكر سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال بيجيبوا الخبر من وين الفكهة دي الفقراء؟ قال بيرسل الشياطين، ما هو الشياطين معاه، والشياطين ما بيبقوا مع الفكي أو مع الساحر إلا إذا كفر بالله، وما يعلمان به من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إلا يكفر هو، إما ما يصلي، تلقى عنده صلاة معينة ما بيشوفه في الجامع، الساحر ذاته العامل في شيخ الطريقة ده، في صلاة معينة تلقى ما بيجي الجامع، إما الصبح الصو ما بيجي، أو العصر الصو تلقى ما بيجي، أو العيش المهم، أو تلقى بيجي الجامع لكن ما بصوم رمضان، طلع صينته مع الجماعة لكن هو أكل قبيل جوا، يكون أكل من الصباح لحد المغرب أربع وجبات أو خمسة، المهم يعمل له حاجة كفرية، أو يترك له واجب أو ركن من أركان الإسلام، أو يبول في المصحف، أو يشيل المصحف يرميه جوا الحمام جوا الدبليو سي، أو يكتب القرآن بدم الحيط، هذا السؤال بعدين، يكتب القرآن، خليك معي خليك معي، يكتب القرآن بدم الحيط، وده كفر بالله سبحانه وتعالى. بعد ذاك بيقوم الشيطان شنو؟ بيكون في استحواذ من الشيطان لهذا الرجل. والجماعة طبعا بيقول لك ده ولي صالح، هو ما ولي، هو كافر وساحر ودجال. يقوم طوال الشياطين يترسلوا
ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيصعدون فوق بعضهم البعض، يركبوا فوق بعض لحد ما يحصلوا العنان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والعنان هو السحاب، أول ما يحصلوا السحاب الشيطان الراكب فوق بعد ما ربنا يوحي بالأمر للملائكة، وملائكة السماء السابعة يكلموا ملائكة السماء السادسة والخامسة والرابعة، الشياطين ده الراكبين لحد السحاب، فيسمعوا كلام الملائكة مع بعض مش كلام ربنا للملائكة، إنه فلان ده محمد ود أحمد أو عبد الله ود فلان حيسافر حيحصل له حتسرق منه قروش. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشيطان الفوق أول ما يسمع الكلمة دي قال فيلقيها إلى من تحته، يكلم الشيطان التعيد محمد ود أحمد حيصل له كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام فربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه الشهاب وجعلناها رجوما للشياطين، وربما أدركه الشهاب حرق الشيطان ده قبل ما يلقي شنو الكلمة، وأحيانا يلقي الكلمة وبعد ذاك الشهاب يضربه، فالتحت الدال التحت والتحت الدال التحت لحد ما آخر واحد شايلهم شيطان يقوم يجري طوالي لشيخ الطريقة وللفكي يقول له محمد ود أحمد حيسافر أو حيطلق مرته أو أو أو، قال فيكذبون معها مئة كذبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الفكي الدجال ده يكذب مع الكلمة جاء الصدق من فوق يزيد لها شمار وملح وتوم وجبنة وكذا، يزيد معها مئة كذبة لأنه قاعد في الحلة عارف العرسوها منه وطلقوها منه وداك عنده أخوه بالسعودية يمكن أرسل له فيزا عارف عنده أخبار، فبقوم بيزيد على الكلام ده كلام كذب كثير. أنت أول ما تجي داخل يقول لك أنت هيحصل لك كده أو أمك يسمها كده، أنت لما تتوهم ذاته أوه يقول لك ده ولي صالح، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده ما ولي ده دجال ومستهبل وما عنده علاقة بالدين أصلا زول كافر، لكن شغله شغل شياطين يا جماعة. كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، ده كل الشغل الحاصلة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بيمشي ليهم ويصدقهم كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال اللي بيمشي لهم لكن ما بصدقهم ماشي يشوف الأخبار بس لكن ما مصدقهم عارفهم كذابين، لكن مشى قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، في اليوم في 5 صلوات في 40 يوم بكم 200 صلاة، الله ما يقبل منك. وإذا كان الزول بيمشي لهم وبيصدقهم ده اللي بيمشي كافر، يبقى الفقي ذاته كيف؟ اللي بيمشي له ويصدقه ده مش الفقي، ده اللي بيمشي له وبيصدقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكب الفكي ذاته الدجال الكبير ذاته حيكون شنو؟ وبالصورة دي يا جماعة استعبدوا الناس وغشوا المساكين من المسلمين، قالوا لهم نحن سادة، يعني شنو سادة؟ يعني ما بيه لبن، يعني نحن أشراف، نحن أحفاد فاطمة بنت النبي، تعال بوس يدي وبوس كراعي، ده كله في الدين باطل، رضا من رضا وأبى من أبى. دين الإسلام ما فيه عبودية إلا لله، ليه؟ لأن ربنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما قال اعبدوا غير الله، ما قال اعبدوا سادة. السيد منو؟ السيد منو؟ أنا أفهم ومنو قال لكم إنه الزول لو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدوا، والرسول ما يستعبد النبي ذاته، خلي ديل وديل اصلا ما من سلالة النبي كذابين، واحد فيهم من سلالة النبي خالص، كل السادة ديل واحد فيهم من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما في، لابد تعرف المعلومة ده كذب يا اخي، لكن لو فرضنا جدلا عشان ما نتغالط كثير انه ديل من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم عديل، هل معناته هم صالحين؟ ما معناته صالحين؟ منو قال لك يا زول بيبقى للرسول صالح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر،
سيد الناس، سيد الأنبياء، سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. لكن ما معناته أي زول بيبقى له زول كويس؟ أبو لهب بيبقى للرسول شنو؟ عمه. كويس أبو لهب؟ كويس ما كويس؟ ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ده عم الرسول، ودي مرة عم الرسول في جيدها حبل من مسد. بلال، بلال حبشي ما عربي حتى، ولا من قريش ولا من مكة ولا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الرحم، يعني من الحبشة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال إني سمعت دفا أو خشفا نعليك بين يدي في الجنة. وفي رواية قال دخلت الجنة فرأيت أو فسمعت دفا نعلي بلال ابن رباح الحبش جوا الجنة، جوا الجنة. فماذا تعمل يا بلال؟ قال ما توضأت وضوءا قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصليه. فقال تلك التي بلغت بك يا بلال. إذن الدين دار عمل، مش تقول أنا والله ود فاطمة، فاطمة أتى بنت النبي وقال تعال بوزر يعني ودوني نخل ودوني تمر، أنت زول عاطل ولا شنو؟ أنت ما تقوم تشتغل؟ هل الأشراف نسب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ناس عطالة ما كانوا شغالين؟ كانوا شغالين وبزراعتهم وبتجارتهم وبي شغالين. النبي يا أخي صلى الله عليه وسلم ذاته قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا. يجي ديل قاعدين يقول لك لا لا أنا أشرف، ودي نخلت السيد ودي ما بعرف، ودي خلوها للسيد فلان ما تعيشوها، ده كله باطل يا ناس هوي، وده تضيع البلد دي. ما في شيء ضيع البلد دي إلا السادة والزعماء بالباطل دين. ربنا قال يا أيها الذين وأي ذول فيهم غالطك زعلان من كلامي أقبض وجيبه وسلموا لي هنا، بيعرف يناظر بالقرآن خليه هسه علي عشان ما يبقى جوته ساكت. تعرف تناظر بالسنة، حافظ صحيح البخاري ومسلم، أنت مش سيد، تعال تعال عشان أوريك البخاري ومسلم، عشان الشغلة ما تبقى جوته ولا تبقى عضلاه ساكت. الشغلة علم، علم ما كذب تكذب على الناس ونحن سادة ونحن أشراف، تعالوا اعبدونا. يا أخي واحد ابن جامع يقول ما تفتحوا إلا تدفنين جوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال شنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال ده شر الناس عند الله، تجي تقول أولياء، شر الناس عند الله، أكعب ناس عند الله عز وجل هم ناس القبب وناس الأضرحة، والبدفنوا ناس جوا المساجد، والبيبنوا المساجد على القبور، والبيتبركوا بتراب القبور. يقول لك طينة فلان بتشفي من داء السعر، طينة وضة الطريفي الشافي، والله مش طينته، إن جا وضة الطريفي ذاته طحنوا سحنوا بسحانه ذاته وعملوا عبوا في كبسولات، حبوب كبسولات شفته ما بيشفيك الشافي والله يا أخ. ربنا قال وإذا مرضت من البشفي فهو يشفين، وده من الربوبية، كون تعرف الله الخالق والرازق والشافي والمالك والمحي والمميت، ده من الربوبية. الكانوا حتى الكفار ناس أبو جهل وأبو لهب الكفار الأوائل كانوا منجضين الموضوع ده، توحيد الربوبية، عارفين الله الخالق والله المصرف للكون والمدبر. ربنا قال للرسول كده، قال له ولئن سألتهم المشركين ديل من خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض منو؟ وسخر الشمس، الأسئلة بعدين إن شاء الله، وسخر الأسئلة بعدين، وسخر الشمس والقمر، ربنا قال ليقولن الله. الله قال إذا سألتهم الخالق منو؟ بقول لك الله. والمسخر للشمس والقمر منو؟ الله قال ليه والمشركين الكفار؟ بقول لك الله. الليلة في ناس يقول لك غير الله بيخلق، يا جماعة هل ممكن غير ربنا سبحانه وتعالى يخلق؟ يقول لك ماشي للفكي فلان
المرأة ما ولدت لها 10 سنة أو 7 سنة وأدينها للفقير، الفقير قال بدي الولد بوقيتين ذهب وبدي البت بوقية ذهب. الفقير عنده مصنع أولاد؟ ما عنده، هو ذاته تلقى ما عنده ولد. يا ناس، الولد والذرية عند الله عز وجل. ربنا قال في القرآن إنه الولد والبت، وفي ناس بيجعلهم عقيمين ما يلدوا، الله دايرهم كده لحكمة، يختبر صبرهم ويختبر إيمانهم، ولخير لهم ما لشر، لخير، والله رؤوف بالعباد، لخير لك. ربنا قال الذرية عنده، الأولاد والبنات عنده، ما ينفكي. ربنا قال لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده الله، الله ما مع ويزول، لا صالح لا شيطان لا جن لا ملك ولا رسول، ما يشارك الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى إنه يشركوا مع الله، ما يرضى. جاء رجل دخل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء الله وشئت. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذا كان يا جماعة سيد البشر سيد الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما رضى إنه يساووا بالله، يجي واحد ساكت ساكت يقول لك: لا لا، أنا بنزل المطر وأنا بدي الجنة وأنا بعلم الغيب وبفتح الكتاب، زول ساكت. فضيع الدين وضيع المسلمين هؤلاء. لا صح الكلام ده مر وكلام حار، لكن يا جماعة والله الذي لا إله غيره ما بنصلح إلا بالكلام في التوحيد وإصلاح الإيمان بالله سبحانه وتعالى. جبريل جل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخبرني عن الإيمان. قال له: أن تؤمن بالله. ده الإيمان بالله. الكلام اللي بيشوفه حار ده، ده هو الإيمان بالله ذاته. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله ما مجرد كلام يا ناس، وما مجرد تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا 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 لا, لا. تطبيق، تقوله وتعتقده وتطبقه وتعلمه تتعلمه. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذا كان ربنا يقول للرسول أعلم لا إله إلا الله، يبقى كيف نحن ما نتعلم؟ يبقى علم واجب وأهم علم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، مع أنه أهل الكتاب عندهم علم، وإلا ما سموا أهل كتاب، كتاب ده ما ربنا نزله لهم، هم أهل كتاب وعندهم كتاب وعندهم علم، لكن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. يعني لو ما أطاعوا للتوحيد ما تعلمهم شنو يا جماعة؟ ما تعلمهم الصلاة. إذن التوحيد قبل الصلاة وأهم من الصلاة، لأن ربنا ما يقبل منك لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر والدين ولا وضوء ولا طهارة. لأنه بعض الناس واحد يسمع بيتكلم التوحيد يقوم يزعل، لأنه عنده مرض في قلبه، ما بيحب إنه الله واحد، دي ما بيحبها، لابد يعمل مع الله شركاء بالباطل، يزعل ويطنطن ويكورك. فلما يسمع كلام التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل يقول لك: مولانا علمنا عليك الطهارة، الوضوء. الوضوء من الدين، ما في مشكلة بالحيل، لكن أهم من الصلاة ذاتها وأهم من الوضوء والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، أهم شيء تكون موحد، لأنه بدون توحيد لو في شرك كل الأعمال دي باطلة، من صلاة صيام زكاة حج بر الوالدين كلها باطلة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فنرجع للآية، ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، العلماء والرهبان
العباد لا يأكلون أموال الناس بالباطل. يبقى الله قال في علماء لكن بيأكلوا أموال الناس بشنو يا جماعة؟ بالباطل. علماء وشيوخ يغشوا الناس يخدعوا الناس. يا أخي أنت الله علمك القرآن وربنا علمك السنة وحفظك الكتاب الكريم، الواجب عليك شنو؟ الواجب عليك أن القرآن الذي علمته تتعلمه لشنو؟ للناس، لأن ربنا قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أها الله علمك القرآن تمسك وتدسه وتجي تعلم الناس النوبة؟ الله علمك القرآن تجي تعلم الناس النوبة والرقيص والنطيط؟ يا تدين يا جماعة فيه رقيص. أنا بسأل، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده نوبة؟ أسألكم بالله، ولونه كان شنو؟ وبجلد تيس ولا جلد غرماية ولا جلد بقر؟ لونه كان كيف؟ حجمه كان كم متر كم كيلو؟ ما في. كده قال واحد، جاي ناظر له واحد من أهل السنة في النوبة دي، فجاء شايل نوبته كبيرة قبل المناظرة، فالعالم قام قال له نوبتك دي مالها ما زي حقة الرسول، ما قدره قال لي ولا بتشبه. قال له كيف؟ الرسول ما كان عنده نوبة. قال له المناظرة انتهت. ما طالما الرسول ما كان عنده نوبة يبقى انت جايبها ليه ودار تناظر؟ لا لا لابد من نوبة ويجب ان، وما في الرسول ما عنده. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني باطل. معنى الحديث يعني اي زول يعمل له عمل في الدين، في الدين في الدنيا دي، اصنع مروحة اصنع طيارة، دي ما بدعة محرمة، دي ما بدعة محرمة. ربنا سخر لك الدنيا، اعمل الدائر في الدنيا، اكل اي حاجة دائرة حلال، اركب طيارة، اركب عربية اخر موديلين الله اداك، ما في مشكلة، ما حرام، ما في زول قال حرام. لكن احنا بنتكلم في الدين يا جماعة، كلامنا كله في انه زول يدخل له حاجة جديدة في الدين. لا، الله قال سووها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم سواها. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا، يعني اللي بيعمل له حاجة في الدين في الإسلام قال ما عملت أنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كده، يقول ما عمل هو دي باطلة والله ما بيقبلها. بس ده الموضوع كله، موالد ونطيت ونوبة وبيسموه ذكر، ده ما ذكر. الذكر تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، وباقي الأذكار سبحان الله وحمدي سبحان الله العظيم، ده الذكر. لكن تنطي أزول ينطط ويربط نصه ولا العجاجة قائمة، واحد بيثبت واحد لافي براسه واحد بينطط هوبة بيقلب هوبة، ده جنباز، ده ما عنده أي علاقة بالذكر، دي بدع يا ناس. صح في ناس بيزعلوا من الكلام ده، لكن والله ده الحق. وأنا عارف إيش شيوخ كتار وعلماء الكلام ده ما بيقولوا، مع إنه عارفين إنه خطأ وعارفين إنه حرام وعارفين إنه شرك، لكن ما بيقولوا للناس. ليه؟ لأنه بيكون داريم لجيبه. عشان يملى جيبه من الناس لابد يرضي كل الناس. أنتوا شنو؟ صوفية؟ والله أحسن ناس أنتوا كده. أنتوا شنو؟ سلفية؟ أحسن ناس. أنتوا شنو أخوان؟ يا سلام أنتوا أحسن ناس. يرضي الجميع، شغال برنامج ما يطلبه المستمعون. كل الناس يرضيهم، وده ما دين، ده سلطة. ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما مع انه نزل ما داهن الناس، لكن برضه ربنا نهاه لا تداهن الناس ولا تجامل الناس، بلغ الدين. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ده الدين، ما حقكم دي امانه. كون ربنا علمك ايه، والله دي امانه ربنا يسالك منها يوم القيامه ويسالك منها في القبر قبل ما تقوم ذات يوم القيامه. يبعث اليك ملكين ويسالانك من ربك ما دينك ما علمك في روايه، او ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك. وتجي يوم اي بشر لا تزول قدم عبد من عند ربه عز وجل يوم القيامه حتى يسال عن خمس، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعما عمل فيما علم. دي الخامسه.
ربنا يسألك من العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فعلى الدعاة والعلماء والشيوخ المنابر دي أمانة والله ما تجامل الناس. صح ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، لكن ده ما معناته إنك تجامل الناس. الغلط تقول لهم يا جماعة ده غلط حرام، اتقوا الله، ده شرك. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا رسول الله يا محمد تعالوا للناس، قل لهم تعالوا أقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أقص عليكم الحاجات الحرم الله عليكم عشان ما تقعوا فيها. أول حاجة ألا تشركوا به شيئا. ومن أنواع الشرك أيضا الحلف بغير الله، وحات أبوي وحات أولادي، تلقى واحد يحلف له بالله ذاك ما يصدقه، يقوم يلاحظ إنه ما صدقه يقول له خلاص أولادي ديل في زيهم وحات أولادي. منو قال لك ما في زيهم؟ في زيهم كثار. لكن الحلف بأولادك ولا الحلف بيك ولا بوحاتك ده شرك. يبقى كيف الناس يقولوا ما في شرك؟ كيف يقولوا ما في شرك؟ ده ما شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. أها في ناس بيحلفوا بغير الله ولا ما في؟ وحات النبي وحات الرسول وحات سيدي حسن وحات سيدي منو وحات ست نفيسة وحات ست مريم. وبعدين كمان هو الحلف بغير الله ولو حلفت بالراجل ولو حلفت بالرسول شرك. في ناس بيحلفوا بالنساوين يعني ده شرك وخيابة الاثنين. وحات ست فلانة يقول لي يا أخي أنت سيدك الله، سيدك ذاته ما راجل، سيدك الله سبحانه وتعالى الذي خلق الرجال وخلق النساء، سيدك ما راجل من هؤلاء البشر، سيدك ربنا سبحانه وتعالى، كيف تحلف كمان بمرأة ستي فلانة؟ يا أخي بقى اتطورنا في الشرك في البلد دي لحد ما بقوا يقدسوا بعض النساوين ستي فلانة ويقدسوا، أقول لك ده تيس ستي مريم، تيس مقدس، يخش السوق يضرب المانجا يلحس الجوافة يعفص البلح ما بزول بيسأله، يقول لك ده تيس، تيس مبارك، في تيس مبارك؟ لأنه يقول لك ده حق ستي مريم أو حق ستي فلانة. يا ناس والله شرك، حتى أبو جهل ذاته ما حصل كلام زي ده، أنت عارفين الكلام ده؟ صح ده كفار لكن ما حصلوا قدر ده، والله ما حصلوا قدر ده. يا أخي ربنا قال المشركين الأوائل الكاتل من الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيشركوا به الله في الرخاء، أما في حالة عصره في حالة الشدة دارين يغرقوا في البحر أو دار تقع لهم مصيبة كان بيقولوا يا الله براه. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دل المشركين الأوائل لما يركبوا السفينة عكرمة قال كل واحد بيشيل له صنم من البيت، المرة تنظف له الصنم، صنم ذاته وسخان ما يقدر يحمي نفسه، أنا ما أعرف ده يكون إله كيف، ينظفوا له ويجي يشيل كل واحد الصنم ويركبوا في المركب. مشركين زمان أول ما المركب دار تغرق بيقوم كل واحد يجدع الصنم جوا البحر ويقولون يا الله يا الله يا الله. أول ما ربنا ينجيهم يقولوا يا اللات ويا العزة ويا هبل ويا منات ويا ود ويا سواع، أول ما ينجيهم. عشان كده ربنا قال الكلام ده، ربنا قال فإذا ركبوا الكفار فإذا ركبوا في الفلك في السفينة ودارين يغرقوا دعوا الله مخلصين له الدين. ربنا قال فلما نجاهم، ما دعوه براو الله نجاهم، فلما نجاهم إلى البر خدتوا قرانهم في البر وفي القيفة إذا هم يشركون يا لات يا عزة يا كذا يا كذا. إذن المشركين الأوائل كانوا بيشركوا في الرخاء لما يطلعوا القيفة ويمشوا حتتهم بلدهم، أما في حالة الغرق في حالة الشدة كان بينادوا الله براو. المشركين حقين الليلة عباد القبب والأضرحة والقبور بيشركوا بي الله في الرخاء وفي الشدة الاثنين. الواحد لو دار يقوم من الواطة بل جوا الجامع، جوا الجامع دار يقوم من الواطة كب يا شيخ فلان تنجدني وتفزعني.
في العربية، العربية دار تعمل حادث أو طوحة دار تتقلب، ديل بنادو شيخ فلان، وديل بنادو شيخ علان، وديل بنادو فلان. والله يا جماعة زيدا، وأنا بعرف قصة واحد داعية زمان من دعاة التوحيد والسنة، ركب مع جماعة في المركب، المركب بدأت تغرق، كل واحد بنادي في شيخه، ما في واحد فيهم نادى الله. الشيخ ده قام قال لهم يا ناس هوي نادوا الله، شالوا من كرعين وجدعوا جوا البحر، جدعوا جوا، قال لهم نادوا الله. أسلم أن تقول نادوا الله، واحد يطنطن يقول لك والله تيل بينبذوا الأولياء. يا جماعة منو نبذ الأولياء؟ هسا قلنا هنا على أبو زول؟ ما قلنا. شتمنا قبيلة؟ ما حصل. شتمنا ما حصل، لكن قلنا الناس أعبدوا ونادوا وتوكلوا على الله، وأدعوا الله براو، واستعينوا بالله براو، واستغيثوا بالله براو. دي في نوع من البشر، دي ما دايرنا. ليه؟ لأنه دايرين ياكلوا من وراء الناس. ولك أنا شريف تنادينا، أنا ما تنادي الله، نادينا أنا. أها ناديناك في شنو يعني؟ برضو المحصول بتاع الربع حقنا. أنت منو أنت؟ يا أخو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشتغل. عشان كده ربنا قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، ويا ريت لو أكلوا أموال الناس بالباطل وسكتوا إتلو. ربنا قال ويصدون عن سبيل الله، يضللوا الناس، يشيلوا حقهم ويأكلوا أموالهم بالباطل ويضللوهم. فانتبهوا يا ناس، والله إذا دايرين الجاز يرقد والبنزين يرخص ممكن يبقى مجان، شفته؟ وغيره، والعلاج يرخص أو يبقى مجان، وناكل من فوق من السماء وناكل من الواطة. حاجة واحدة بس سووها، وحدوا الله، وأوعك تمشي ليك لقبة ولا لفكي ولا لساحر ولا لدجال، ولا تشرك بالله ولا تستغيث بغير الله، وحد الله تمام أمورك كلها بتجيها. ربنا قال كده يا أخي، ربنا في القرآن، القرآن ده المشكلة إنه الناس، كثير من الناس بيعتقد إنه العبادة بالقرآن مجرد التلاوة. يقرأ قرآن يقول لك بكرة يا جماعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بكرة في ختمة، أي زول يجيب زلابية وشاي لبن وتقبل الله كويس، مش ختمت القرآن؟ الله ما نزل عشان نقرأ ونختم بس، يعني تقرأ ساكت زي ما بتقرأ الجريدة ساكت؟ لا، عشان تتدبر وتعمل به. ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يا أخي زول لو اشترى ثلاجة، ثلاجة شغل دنيا فارق، يقوم يقول للشركة كتالوج وين؟ الضمان كم؟ 5 سنة. خلاص جيب كتالوج بالعربي، بالعربي يقوم يفتحه ويقرا كيف يشغلها، صحيح ولا ما صحيح؟ ده شغل دنيا. طيب ربنا خلقك ونزل لك كتاب من السماء، أعظم كتاب القرآن الكريم، معقولة ما نقرأ ما نفهمه؟ وطلعوا إشاعة عباد القبة بدل ذاتهم، قالوا الزول اللي بيقرأ قرآن كثير بيجين، بيبقى درويش. فدارين يمنعوا الناس من شنو؟ من القرآن. يلقوا زول مجنون ماشي في الشارع ريالته مسيلة وبايل في هدوم، الله يكرمكم، ده ماله؟ الفكا يقول لك ده قرأ قرآن كثير. طبعا هم دايرين الزول ما يقرأ شنو؟ ما يقرأ قرآن، لأنك لو قرأت قرآن حتعرف إنه الفقيدة دجال، بس الموضوع، وما حتجيب له تاني لا عتوت لا تيس لا أي شيء ولا أي شيء، حيقفل ويجوع ويطير يمشي. لكن هو عشان ما يجوع بقول لك اوعى تقرأ قرآن، لو قريت بتجين زي ذاك. يا جماعة قرآن يجنن؟ ربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ذكر الله ده القرآن، لأنه هناك ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون، وهناك ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله القرآن، تطمئن بالقلوب مشتجن مشتجن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما بتجن، بالعكس المجنون مفروض يقرأ له قرآن عشان يبقى نصيح، مش القرآن جنن الناس. الدراويش دل ما جننهم القرآن، جننتهم المحايا وجننتهم البخرات وجننتهم الحجبات، ودي ذاتها من الشرك، لأن البخرات والحجبات دي بيكتبوا فيها شغل بتاع شياطين، افتحها شوف فيها شغل، تلقى فيها نجمة عندها 6 جهات 6 أضلاع، دي شنو؟ يقول لك ده خاتم نبي الله سليمان أو نجمة داوود
ده علم اليهود، دي ما نجمة داود، ده علم اليهود. شفاوة الفكيه الساحر ده من علم بتاع اليهود، لأنه ديك اللي بيشبه الفكيه، ديك شيوخ الفكيه ده كتب لك في الحجاب، ده ما نجمة داود ولا خاتم سليمان يا ناس. بعدين هو لقى سليمان وين؟ ولا لقى نبي الله داود أو نبي الله سليمان وين؟ ده شغل بتاع كذب ودجل على عقول الناس. وأنا بستغرب، واحد يقول لي والله مشيت لأبو الشيخ وطبعا الدكان بتاعي تعبان، كل مرة خسران خسران خسران، فأبو الشيخ كتب لي حجاب بتاع رزق. رزق؟ حجاب رزق بكم؟ قال والله وصل ب 500 لكن ودع 100 اداني له ب 450. يا ناس لو الحجاب ده بيجيب رزق كان الفقيه شال 450، لو الحجاب بيجيب قروش وبيجيب رزق كان الفقيه اداك ليه وشال قروشه؟ ما كان يلبس الحجاب ده ولا ياكله عشان يبقى اغنى زول؟ كذب العقل بالراحه. او يقول لك ده حجاب من السلاح، او تلقى معلقين شويه كمون عربيه زول الله اداه له بمليار بغيره، الله انعم عليك وما ادى غيرك. بدل ما تقول الحمد لله تقوم تكفر بالله، تقول تعلق لك كمون او جزم، واحدين علقوا جزمه شافع او حجاب من فكي، يقول لك ده بيحفظ العربيه او بيحفظ البيت او يعلقهم ذاتهم على روحهم او على شفعهم، يقول لك ده بيحفظ الشفع. حجاب يحفظ كيف يا ناس يا اخي؟ يا اخي بيحفظ الله، ربنا قال فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ربنا سبحانه وتعالى قال إن كل نفس لما عليها حافظ. اللي بيحفظ الله ما الحجاب، الحجاب ده ذاته أوريك ما بيحفظ. الفقيه بيجلده صحيح، بيجلده أو يقول لك شيله، لكنهم يجلدوا في السوق في فوكيزاتهم مستهبلين ما داري يخسر جلد، بيقول لك هم يجلدوا وين؟ في السوق. طيب يا أبو الشيخ ليه نجلده؟ يقول لك لأنه بيشرط، بيشرط يعني الحجاب ما قدر يحفظ نفسه صحيح؟ يحفظني كيف؟ حجاب ما قدر يحفظ نفسه، عشان كده حيجلدوه بالجلد عشان الجلد يحفظه، يبقى الحجاب يحفظني كيف؟ وهو ما قدر يحفظ روحه. في واحد مستهبلين ثانيين يقول لك لا 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 لا، أشيد قرآن ما شرك، برضه ما بيجوز تعليق القرآن، تعليق القرآن ما شرك لكن حرام بدعة ما بيجوز. والقرآن ربنا ما نزله عشان يعلقه، ولا نزله عشان يخطوا تحت مخدة المرأة النفس، ولا نزله عشان نعلقه في العربية، ولا نزله عشان نعلقه في الحيطة، نزله عشان نقراه ونتدبره ونطبقه في نفسنا أول حاجة، وفي بيوتنا في نسواننا في بناتنا وفي أولادنا وفي جوامعنا وفي أي مكان وفي عملنا نطبق القرآن. الله ما نزل عشان يشربوا زي العصير يقول لك محايا، ولا نزلوا عشان يعلقوا، ده كله باطل، كله باطل، ما بيجوز هذا الكلام، ولا يجوز يعلقوا حجاب. داير حجاب شرعي. روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن خبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الله قل، قال فلم أقل شيئا. الرسول قال له قول لكن ما وراه شنو يقول شنو، قال فلم أقل شيئا. ثم قال لي قل، قال فلم أقل شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وراه عشان داير ينتبه، لأنه الشيء الجاي ده شيء مهم وعظيم جدا جدا، فداير ينبهه يا عبد الله قل، يا عبد الله قل. قال يا عبد الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخر. كل صورة من الثلاثة ديل أقرأها ثلاثة مرات. كم مرة؟ تقرأها ثلاثة مرات حين تصبح، وكل صورة من الثلاثة ديل تقرأها ثلاثة مرات حين تمسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام تكفيك من كل شيء. قال العلماء تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء تخاف منه، ما بقى عليك لا بيصيبوك بالعين، لا بيعملوا لك عمل سحر، لا بيعضيك عقرب ولا دبيب ولا ولا، ما بيضرك اي شيء. اليوم قريت الصور دي. تكفيك من كل شيء، ايضا قال العلماء تكفيك في جلب كل نفع، يعني في دفع كل ضر وفي جلب كل شنو؟ نفع.
ده شيء شرعي. أما الإنسان يعلق له حجاب اسمه في الشريعة التميمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. من أنواع الشرك برضو يا جماعة التشاؤم. في ناس الواحد بالشام القمرية لما تجي ترك ما عندها صوت كده بتقوله، الناس يقول لك معناته في خير جاي أو في شر جاي، ده باطل، ده من الشرك بالله، لأنه ده اسمه في الشريعة التطير اللي هو التشاؤم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، التطير والتشاؤم شرك. واحدين يتشاؤموا برضه بشنو؟ بالبومة. واحدين يتشاؤموا بالغراب. واحدين يتشاؤموا بيوم الأربعاء ما يعرس فيه، أو يتشاؤموا بيوم السبت. واحدين يتشاؤموا بشهر صفر ما يعرس فيه. واحدين يتشاؤموا بالبشر ذاتهم. بعض الناس يقول لك فلان ده وشه يقطع الخميرة من البيت، فلان ده الشوم، فلان ده وشه كج، ده كله من الشرك بالله، لأن الرسول قال كده. عشان كده ما بزول يقول الشرك ما في، شرك موجود، ده ما شرك ذات. بعد ذاك عبد الله بن عباس يوم من الأيام قاعد عالم حبر الأمة وترجمان القرآن، قال في رجل قاعد جنبه، في طيرة جات طيرة بفوق وسكسكت نوع معين من الطيور. الرجل القاعد ده قال: خير 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 إن شاء الله. دي زي شنو؟ الآن الواحد لما عينه اليمين شنو؟ تريف، يقول لك حشوف ليه قروش، ما بيشوف أي حاجة، جنيه ما بتشوف. أو يده اليمين برضه يقول لك حمسك ليه قروش، أو حشوف ليه فلان جاي من السفر، أو إلى آخره، كله فارق، كلام باطل، ده شغل شيطان. فالرجل ده قال: خير خير إن شاء الله، لأنه كان في الجاهلية كان عندهم العقائد دي، العقائد دي كلها كانت موجودة في الجاهلية. هسا اتطورت ودخلت اليوتيوب والانترنت، بقى الشرك شرك متطور، بس ده الموضوع كله، لكنه ذاته كان موجود زمان، وحقنا الليلة زادوا أكثر من زمان ذاته. فالرجل قال: خير خير إن شاء الله. عبد الله بن عباس اسمعوا الكلام ده كويس، قال: لولا خير ولا شر هذا لا يملك شيئا، إنما الأمر كله بيد الله. شو العقيدة دي كيف يا أخي؟ عمر بن الخطاب كان لما يطوف بالبيت بالكعبة يمشي يستلم الحجر الأسود ويقبله، يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لحين ديل مش ضيعوا الجاز والبنزين، ديل قال لك سودوا الحجر الأسود ذاته، وكان أبيض من اللبن وأبيض من التلج، وجا من الجنة. رغم أنه جا من الجنة، عمر بن الخطاب قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. الليلة قبة بانينها بطين، يقول لك المرأة الموذة مش يمسح بطونها، والراجل عنده وجع ظهر، عنده قاود، عنده غيره يمسح ظهره. والله شفنا مقاطع واحد يجي في القبة يمسح ظهره، والمرأة ما بتلد يشيل تراب كيف ما عارف وشنو. واحدين طايفين يا أخي، حجر جاء من الجنة. وفي لفظ آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. الركن هو الحجر الأسود، والمقام معروف. قال ديل أصلا من يواقيت الجنة، لو ما كان ربنا طمس نورهم كان أضاء ما بين المشرق والمغرب، ما بتحتاجوا لأي ثاني نور. رغم ده عمر الخطاب يقول له للركن للحجر الأسود: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. الليلة يقول له: قبة قبة بنوا براهم، يقول لك دي بتضر وبتنفع. والله يوم مشيت يا جماعة محكمة في بعض البلدان، قاعدين برا عندنا موضوع، فجوا طالعين جماعة من جوا من القاضي معهم العمدة، والعمدة بيعرفني،
قال لي انت عارف الحظ شنو؟ قلت له ما اعرف. قال لي عندنا مشكله في واطه، والواطه قال لي حقتنا نحن حقته، وفي واحد اتصلبط عليه. قال لي مين المشتكي انه ده؟ حقتي ما حقتك؟ وجو القضاء. القاضي داري يحلف الزول ذاك مع الثاني المصلبط على الوطن، يحلفه بالله انه الشغله دي حقته. المحامي نطه قال لي القاضي ما تحلف الزول ده بالله، حلفه بالفكي فلان، يمشي قبه الفكي فلان في اخر اربعاء من الشهر، لانه دي ده الوقت اللي بيحلفوه في القبه، يمشي يحلف هناك كده نحن بنصدقه. قال لكن لو حلف بالله بيكذب ساي، لكن لما نحلف بشيخه ما بكذب، شيخه عنده في قلبه اعظم من الله خلقه. بعدها ناس تقول لي ما في جاز وما في غيره والعيشه صعبه. يا اخي يا اخي يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى قال: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. الشد تسووه ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبكم به. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وربنا قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وده الحاصل الليل على المسلمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أو في سؤال إن شاء الله نجيب إذا علمنا. خوجي اللي كان زي اللي عنده سؤال مرق. كان بيسأل عن القطيعة بين الأهل والأرحام والمشاكل اللي بتحصل بين الأهل، يتقاطعوا ويهجروا بعض وما يزوروا بعض. هذا الكلام يا جماعة محرم، حرام في الشريعة الإسلامية. وحتى لو في زول من أرحامك أو أي أحد من المسلمين أسألك أعفو له. ربنا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فزول يعفو. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. أي عفو تعفوه لأخوك المسلم وبالذات قريبك كمان رحمك، ربنا سبحانه وتعالى بيزيدك به شنو؟ رفعة وعزة يا جماعة في الدنيا وفي الجنة. ثاني أنت داير شنو؟ البشر ده زعلك ده إن رضيته ولا زعلته، فينا لا بضرك لا بينفعك، لكن عملك الصالح هو السبب في نفعك في الدنيا وفي الآخرة. فأنت عمل لك عمل صالح، ومن أعظم الأعمال الصالحة العفو. العفو يقول لك لكن ما ظلمني، هو العفو ذاته. ما للزول ظلمك، العفو للزول الأحسن لك، لا، العفو للزول الغلط في حقك أصلا، العفو هنا أساسا. ثم في فهم خطأ عند الناس في صلة الأرحام بالذات في المناسبات وبالذات عند النساوين، وللأسف بقى عند الرجال برضو. المرأة تقول لك فلانة دي ما جاتني في عرس بيتي، يقول لها في عرس بيت فلانة، تقوم تعاين فلانة دي ما جاتني في عرس بيتي فأنا ما حمشي لها بعرس بيتها، فلانة دي ما جاتنا، فلانة دي جاتنا نحن نمشي لها، فلانة دي جاملتنا نحن لابد نجاملها. وده كل ما من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الزول اللي بيصل الأرحام بجد ياتو، مش الزول إذا وصلوا بيصلهم، لا ده ما وصل الأرحام. الواصل الأرحام والعند الأجر والثواب وبيستحق الجنة، اللي بيمشي للأرحام القاطعينه ما بيجوا. ده صلة الرحم. وتزورهم كلهم الواصلك والما واصلك، لكن اللي بيصل الواصل وبيصل القاطع ده هو الواصل للأرحام حقيقة، لأنه ده شغله لمنه؟ لله. لكن اللي بيمشي للناس الجوه وما بيمشي للناس الما جوه، ده شغله ما لله، ده شغله للناس. عشان كده ده ما واصل للأرحام. كذلك الحسد
بين الناس، وبالذات بيحصل بين القبيلة الوحدة أو بين الأرحام أو بين الأهل أو بين الجيران، يشوف ده بنا كيف وده ما سوى أو ده اشترى شنو وده ما عنده، فبيحسد. بالعكس، أنت رأيت أخوك الله نعم عليه نعمة، قول اللهم بارك له وأسأل الله، الله بيديك. مش الله أداه مثلا بيت، أداه عربية ممكن يديك 500 واحدة. أنت أسأل الأداه، الله بيديك أنت برضه. ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما الحسد والبغضاء، النبي عليه الصلاة والسلام قال دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. شفت المكنة بتحلق الشعر كيف تحته كيف؟ فالحسد والبغضاء بحت لك دينك وبينتهي من دينك، زي المكنة والشيل بيحلقوا بالرأس، بينتهي من دينك مرة واحدة. عشان كده صفي قلبك وطهر قلبك، وربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الكريم سبحانه وتعالى. ده سؤالك. ايوه نعم. نعم، بيسأل من التهاون في الطاعة وبالذات الصلاة. التهاون في الصلاة إذا كان تارك للصلاة، ما بيصلي كله ده كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اللي بيتركها نهائي ده كافر. أما إذا كان بيأخرها من وقتها أو بيصليها لكن ما بيجي الجامع بيصليها في البيت وهو رجل، ده حرام، حرام، مرتكب محرم وعاصي لله عز وجل، لكن ما كافر، لكن عاصي ومستحق للعقاب والعذاب من الله سبحانه وتعالى. لأن الواجب على الرجل طالما بيسمع الأذان واجب عليه يجي شنو يا جماعة؟ يجي المسجد، يجي المسجد. لكن الحكاية دار تذكرة ومواعظ للناس، لأن ربنا قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فعلى الشباب وعلى الشيوخ إنهم يحرصوا على الصلاة في المسجد. والصلاة في المسجد بسبب للخير لك، كل الخير في الدنيا والآخرة، والله سبب للخير لك في رزقك وفي صحتك وفي عافيتك. قبل أي شيء خلي الثواب والأجر والجنة، ده موضوع براو، سبب لك في حاجة الدنيا ذاتها في التوفيق. لأنه لا يمكن أنت بتجي تعبد الله وتخد جبهتك ونخرتك لله في الأرض ومخلص لله وصلاة تمام على السنة الصحيحة، لا يمكن ربنا يخذلك أصلا في أي موضوع أنت دايره في راسك، لا يمكن، لا يمكن، إلا زو صلاة تكون مجاجة. أي آخر جريد النخل يعني بيسأل من جريد النخل بغزوه في المغابر، لما ندفنه يقوم يجيبوا الجريد أخضر يقوم يطعنوا في شنو؟ في القبر. ده من البدع، ده ما من الدين اصلا. النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا كمعجزه خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لما انشق جريدة نخل خدته في قبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ده شيء خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لانه النبي عليه الصلاه والسلام رجى انه ربنا يخفف لهم العذاب لحد ما الجريدتين دول ينشفن، لانه علم انه دول بيعذبوا. قال ان مره اصلا القصه شنو؟ مره بقبرين وقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه بين الناس، واما الثاني فكان لا يستتر او لا يستنزه من البول، فشق جريد خدته هنا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. انت عرفت كيف انه دول بيعذبوهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيوحى عليه وحي، عشان كده علم انه ده اللي بيعذب، فانت ما تعرف ولا انا ما بعرف. عشان كده العلماء قالوا ده امر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، حتى غير القبرين ديل ما سمعنا ولا علمنا انه كان بغزز على قبور الصحابه كلهم.
فيبقى ده أمري خاص بتلك الحادثة وبالنبي عليه الصلاة والسلام. الليلة ما يزول يخط جريد، وأسوأ من الجريد في ناس كمان يخطوا يافطة في القبر، يكتب فيها يقول لك هذا قبر المرحومة فلانة أو المرحوم فلان، واحد يكتب لك يا مرة بهذا القبر أسألك الفاتحة، واحد يكتب لك ما عرفت توفي يوم 5/7/2012 وكذا، يعني زي الرقم الوطني. ده ما عنده علاقة بالدين. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ونهى أن يكتب على القبر أي كتابة في القبر ده، في يافطة في غيره ما بيجوز. ممكن تدفنه وتجيب حجر، حجر كبير أو صخرة معينة لونه معين تخته، ما تضربها، لكن شيء معين من جبل من حصحاصة تخته عشان تعرف بيه القبر بتاع زولك ده، ده ما في مشكلة لأنه ورد في السنة. لكن الكتابة، قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر، ونهى أن يجصص. والتجصيص يعني البوهية دي، القبر ما يضربوه لون، السلان القبة بيبنوه، انت عارف يبنوا في الشيخ قبة، واحدين بالطوب والخرسانة والأسمنتي والسيخ، واحدين يعملوا له لمبة زي دي، الشيخ بيقرب الليل لمبة، واحدين كمان شفت كيف والله يوصلوا العداد بتاع كهرباء، بل في قبب فيها مكيف، بل في قبة أنا شفتها بعيني دي 4 طوابق، وش غاقة تحت الواطة الأربع طوابق دي مؤجرة ولا في شنو؟ 4 طوابق يا ناس. كده النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام ده، وقال الناس اللي بيسووا كده شرار الخلق عند الله، لكن كذب العقل ساكت. زول مات، زول مات، إذا صالح ربنا بيرحمه، إذا زولا كعب ومشرك ربنا بيعذبه. صحيح المكيف والطوابق والنجفة دي بتعمل ليش؟ بتبرد عليه، يعني يركبوا له فريون، إذا بيعذبوه جهنم تعد فريون ده برد نار جهنم. فده كله كلام حتى العقل ما بيخش، واعتقادات جابوها ناس، انت عارف جابوها ليه؟ القبب والحاجات دي، القبب دي كانت عبارة عن بغالات وأسواق، حيران قاعدين جنب القبة، تجي المرأة يشوفها لابسة ذهب ولا ما لابسة، إذا لابسة ذهب يربطوا لها طوارئ، يقول لها الشيخ ده قبيل طلع كراعه برا القبر وطلع شنبه، ويغشوها لك هما وهم، في النهاية خلاص تقول ده ولي وهيديني الجنانة 5 سنة ما ولدتها، يقول لها لكن لابد ترمي البياض، لابد ترمي البياض، يملصوها ذهب الست ترمي للشيخ، الشيخ ميت، الذهب يعملوا شنو؟ بيشيلوا ديل المجار ما ديل الحيران. أو يقول لها مش يجيبها ب4 خروف تجي تربط، الشيخ ما بياكل شيء، بياكلوا ديل. ده الحاصل، فالقبب دي بقت محل بتاع شنو؟ بتاع أكل. كده قال واحد داعية زمان من دعاة التوحيد الله يرحمه، نسأل الله يرحمه رحمة واسعة، نحسبه يعني كان من الدعاة المخلصين، لأنه الليلة ذاته في ناس كان بيدعو للتوحيد جاته الشغلة، بقت كلها أنا بتكلم عموما في السودان يعني، فجاته الشغلة بقوا يعني دعوته ذاتها سياسية ما دعوة صحيحة، وابتغوا بها الدنيا. المهم فالرجل ده جاء لقى جماعة باركين جنب الضريح ويتمسحوا، وطبعا الضريح مفرش فيه موكيت وحرير مبخر يا زول، فقام طوالي خمش الحرير ده وجرى، جر وراه كلهم، لما انقبضوا قال له يا زول انت كيف تسرق البتاع بتاع الشيخ؟ قال له ما الشيخ اداني له، والشيخ ميت. قال له ما الشيخ اداني؟ قال له كيف الشيخ يديك؟ الشيخ ميت. قال لهم انتم بتسالوا الشيخ المطر والجنى، الشيخ ما يديانان القماش بتاع الحرير؟ ففهموا انه الشيخ لا بيسمع ولا بيدي، هو ما داير القماش، هو داير يوصل لهم رساله انه الشيخ ده لا بيسمع لا بيشوف، لانه ذو الميت ولا بيدي ذاته. عشان كده ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، ده ميت عبد زيك، ما مصدق الكلام ده؟ ربنا قال فادعوهم، ده للتحدي، فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. أدعو شو بيستجيب لك؟ ما بيديك أي حاجة، هو ميت يا أخي، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيوة ها بيسأل من نقل الجنازة
إذا زول مات مثلا قال في الخرطوم، بعض الناس يصر يقول لك ده لابد يدفنوا جم والدينه وجم أعمامه ماتوا مثلا في بورسودان أو في الشمالية، يرفعوا من هناك يجيبوا واحد كمان يجيبوه من دولة ثانية سوداني مات في مثلا الكويت، يقول لك لا 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 لابد يجيبوا تابوت وصندوق وتذكرة وطيارة ويرجوا يستقبلوا في المطار، مرات بيجي بعد يومين. ده حرام يا جماعة، ما بيجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة. ومن السنة يدفن في البلد المات فيها بالمناسبة، حتى لو ما من أهل البلد، حتى لو ما من أهل البلد، سوداني مثلا مغترب في السعودية مات السنة يدفنوا قبله، وبوش قبله بس في السعودية في المنطقة المات فيها ذات، حتى ما ينقلوا غادي ولا غادي، حتى في السعودية ما ينقلوا بعيد، محل مات يدفنوا في مقابر قريبة يدفنوا بس أقرب مقابر. دي السنة كده. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. كونوا نأخروا وده إنه سفروا بلد تانية، ده إسراع ولا تأخير؟ تأخير. خالفنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أسرعوا بالجنازة. بعدين زول مات يا جماعة، زول مات الحياة ينفع شنو لما نجي ندفن يقول لك ادفنوا جم أمه، أمه دار ترضعه؟ ما في النهاية، هو مات، هو مات. أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها لها، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لهم يدعون الإسلام، يقول لهم يدعون أنهم على الكتاب. الحديث قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وقال الآن الفرق كترت، ديل سلفيين وديل صوفية، والصوفية براهم كم ذات وطريقة قريب 200 طريقة، وديل أخوان مسلمين قريب 10 أحزاب، وديل شنو وديل شنو. فكيف قال الإنسان يعرف الفرقة الناجية؟ ده السؤال بتاع عمنا. الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذاته وستفترق أمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الصحابة قام سألوا نفس السؤال ده، من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعلى مثل ما أنا عليه اليوم يعني في الدين، يعني مش ما نبني كويس ولا ولازم نخلي العربات ونركب زي ما كان بيركبوا الجمال زمان، لا لا لا، المعنى ما كده. المعنى في الدين تكون زي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في دنيته في معيشته في كل شيء. لكن ما معناته انت ما تتطور في الدنيا، صحيح؟ فتكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ليه طيب قال على مثل ما أنا عليه اليوم وبعد ذلك قال وأصحابي؟ ليه ما قال على مثل ما أنا عليه اليوم فقط؟ عشان يورينا إنه الدين حتى الحديث حتى القرآن النزل عليه صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله صلى الله عليه وسلم، ما بنقدر نفهم الفهم الصحيح إلا بفهم أصحابه. عشان كده قال وأصحابي، وده السبب اللي خلى الفرق دي تتشتت وتتقسم. صح الدين واحد والإسلام واحد، لكن ليه تفرقوا واختلفوا بقى الشاكل ولل المشاكلين الأحزاب والطوائف؟ لأنه كل واحد مشى فيهم القرآن والسنة براو، وبيفهم شيخه وبيفهم رئيس الحزب وشيخ الطريقة، ما في ذول فهم القرآن والسنة كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأصحابي إلا من رحم الله. فذول لو فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة دمع، وطبق القرآن والسنة بفهم الصحابة، دي الفرقة الناجية. لكن الفرقة الناجية ما جمعت فلان ولا حزب فلان ولا طريقة علان، الفرقة الناجية أي زول أي شخص كان مرة ولا راجل يطبق القرآن والسنة ويفهم بفهم الصحابة والسلف الصالح، ده هو الماشي صح. ممكن يكون اسمه أحمد، ممكن يكون اسمه عبيد، ممكن يكون اسمه محمود، ممكن يكون اسمه عبد الله، وما شرط يكون جماعة ولا حزب ولا كده، ممكن واحد يكون قاعد في الصين، لكن على شنو يا جماعة؟ على الحق. وما بيز ولا بيعرفه، لكن يكون أصلح الصالحين عن ربنا، ده الدين كده. نعم، أيوه.
لكن تسمع للعالم كلام تاني تجي لديهم يقول لك يا اخي الزول ده ما كويس تاني كده الأخطاء اللي بتحصل يا جماعة من الشيوخ يرد عليها إذا كان خطأ في الدين يرد يقول والله يا أخي الشيخ فلان ده الفتوى دي خطأ الصواب قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما بيزول يزعل من الكلام ده لأنه ده الدين الإمام مالك قال الكلام ده هسي الليلة في زول أعلم من الإمام مالك كل العلماء الموجودين الليلة والشيوخ الموجودين كان بيجيبوا في التلفزيون ولا ما بيجيبوا أعلم من الإمام مالك ما أعلم ما في واحد فيهم أعلم الإمام مالك قال رحمه الله وما منا أحد إلا راد ومردود عليه وما منا أحد إلا رد ورد عليه خلاص الإمام مالك ذات وقال أنا لو أخطأت أرد عليه ده الدين وده الإسلام نعم المعيار انه نعرف البرود بالحق منه والبرود بالباطل والمعاول الحق والمعاول الخطا منه من كان معه الدليل من الكتاب او من السنه بفهم الصحابه رضي الله عنهم ده هو المعاول الصواب اما اللي بينظر وبيقول والله افتكر وارى وكذا ومن راسه ساكت ده ما دين نعم لانه قتاده رحمه الله قال لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله أما سؤال بتعمن هنا قال هل تجوز الصلاة من غير فاتحة الكتاب ما بتجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني بالصلاة فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج فلا بد تقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان بيصلي براك أو كان صلاة فرض أو صلاة نفل سواء كان أنت الإمام أو أنت المأموم سواء كان صلاة سرية أو صلاة جهرية حتى لو صلاة جهرية وأنت واقف ورا الإمام والإمام قرأ الفاتحة قال ولا الضالين آمين قلت آمين تبدأ تقرأ فاتحة الكتاب حتى ولو الإمام خش بالصورة الثانية ما في مشكلة أقرأ فاتحة الكتاب يعني بصورة خفيفة وخلاص نعم قال هل يجوز تشبيه الإنسان بالحيوان الأصل ما يجوز لكن العلامة شيخ مقبل الوادعي رحمه الله قال ما لا يجوز إلا من أتى ببدع كفرية قال يجوز لأن ربنا سبحانه وتعالى شبه ومثل بلعم بن باعوراء العالم اللي كان في بني إسرائيل ربنا في القرآن مثله بمثل الكلب قال فمثله كمثل الكلب وده شخص معين بالمناسبة شخص كده معين يقال إن اسمه بلعم بن باعوراء وقيل اسمه فلان وفلان وهناك ربنا قال كمثل الحمار يحمل أسفارا فقال من بلغت بدعته إلى حد الكفر ممكن لكن الأولى تركها إذا بيجيب مفاسد أو بتنفر الناس من الدعوة ممكن الإنسان يوصل للناس الفهم بغير كده يعني نعم ما يجوز يا جماعة للإنسان يستهزأ بالدين أو بالسنة يعني حتى لو أنا ما توفقت أطبق شيء من السنة مقصر في حاجة وأسأل ربنا يغفر لي وإن شاء الله بسوي مثلاً لقيت أخوي مطبق السنة قال لحية كان غيره كان غيره وهي سنة واجبة مش مستحبة واجبة ويأثم الإنسان إذا ما فعله لكن إذا أنت ما عملتها ما تستخف بزول عمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس تقول أنا كمان ربنا شنو يهديني ويوفقني وكذا وكذا لكن ما تسخر بشيء نزله ربنا في القرآن أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة أيوه نعم. نعم.
قال عنده والده كبير في السن لما يقوم من الوطن بيقول يا المكاشف يا ابو عمر، هم بيذكروا بيقول له ده شرك وما بيجوز يا فلان يا ابوي. فقال بيستغفر الله استغفر الله، ثاني بكره شنو ثاني يقول كده، وعقله شويه يمكن يكون يعني الذاكره بتضعف لما الانسان يكبر شديد، فذكره واصل يذكره لانه ده شرك يا جماعه، صار ما يجوز يستغيث بغير الله ابدا. الاستغاثة بالله رب العالمين، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يستغاث به، لا يستغيث بأحد. والاستغاثة بغير الله شرك، فنبهوا وادعوا له بالخير وعاملوا معاملة حسنة، لأن الوالد والوالدين لابد من الإحسان المعاملة لهم، حتى لو وقعوا في خطأ حتى لو وقعوا في شرك. ربنا قال واخفض له، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. والمعاملة الحسنة بتأثر في الوالدين، بتأثر وبتكون سبب إن شاء الله في الصلاح. أيوة أمنا. أيوة قال يعني الايام دي مع الغلاء الحاصل، نسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني يفرج عن الناس وعن المسلمين ويرفع المصائب ويوفر يرزق المسلمين السلع والخير. فقال هل يجوز الانسان يشتري سلعه من بلد او من قريه ب 900 بمليون ويحولها لبلد ثانيه يبيعها ب 3 ب 4؟ بيجوز، لكن بشرط انه يكون البلد الثانيه اللي وداها لها دي 3 4 مليون يكون ده السعر اللي عندهم. عرفت كيف؟ ده السعر السائد في السوق. مثلا مثلا نقول شوال بصل اشترى بكذا مليون بمليون، وفي بلد ثانيه ب3 شالوا من هنا عشان يمشي يربح كويس يعني، والدمح للبلد الثاني يكون فعلا عندهم شوال البصل بشنو؟ فعلا يكون بالحدود دي ب3 ب2 و900، يكون فعلا بالحدود دي في سوقهم هناك ما في بأس. لكن ما يكون هم ما عندهم اصلا ولا شوال واحد، وانت تمشي تستغلهم تقول لهم الشوال ب3 الشوال ب10 الشوال ب5، ده الحرام. لكن لو اصلا السعر عندهم بالسعر ده غالي وانت بعت زي تجارهم اللي بيبيعوا ما في مشكله، وان كمان رخصت لهم شويه بحيث انه ما تضر نفسك ما تخسر، لانه عليك ترحيل وعليك تكاليف وجاز وغيره، رخصت لهم شويه انت ما تخسر تربح، وبرضه الرخص الشويه دي تساعد بها شنو؟ المسلمين والمحتاجين والفقراء، كمان ده افضل واكمل. ورحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. قال في صلاة الجماعة الأولى المقيم ولا القاصر؟ الأولى الإمام، الأولى الإمام بتاع المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه، فسمد سلطان يعني يوم المسجد عندكم من أو في أي مسجد، المسجد السلطان حقه، سلطان حقه، ما يجوز لواحد يتقدم عليه الا هو ياذن له، طالما زول بيقرا وقرايه كويسه وصحيحه ما بيجوز لا مسافر ولا غيره. لكن اذا ناس جو نزلوا في بيت وكذا وقدموا المسافر عشان يعني يتيح له انه يطبق السنه يقصر يصلي الركعتين في الصلاه الرباعيه والباقيين يقوم يجيبوا الباقي، فهو حسن ما في مشكله، هو حسن. نعم. نعم. بعدين احنا من ضمن اللي لنا عندنا على الصلاة نقرا ياسين كم سورة بعدها نشيل لك دعاء الجماعة يا واحد. ده للميت؟ لا لا ما للميت، يعني بعد ما نترك دعاء الجماعة اها ندعى جماعة الدعوة جماعة نرفع الدين منهم.
واحد علينا كثير من الناس يعني القرآن جماعة بصوت واحد يعني تقروا بصوت واحد لا ما يجوز ما بيجوز يا جماعة القرآن يقروا جماعة بصوت واحد إلا في حالة واحدة إذا كان في شيخ بيدرسهم بيلقنهم تلقين يعني مثلا الناس كبار ما بيقدر يقروا سورة الفاتحة صح فبيقوم بيقول لهم قولوا الحمد لله رب العالمين كلهم ورا يقولوا الحمد لله رب العالمين يصلح ده يقول له أنت أخطأت وأنت ميت شوية وأنت كده ده ما في مشكلة ده ما للتعليم لكن للتعبد ناس يقروا القرآن بصوت واحد كلهم ده بدعة وده كلام ما صحيح ده تصرف ما صحيح كما ذكر ذلك العلماء وبعدين يجوا يقروا سورة ياسين يختموا بها المجلس ده برضو ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بتاع الناس إنه يعني سورة ياسين دي عندها فضائل براها غير القرآن وعندها فضائل براها وغير فضائل ده ما صحيح سورة من القرآن بس الحديث الوردت ياسين قلب القرآن وياسين لما قرأت له واقرأوا على موتاكم ياسين دي كلها ما فيها حديث واحد صحيح كلها ما فيها ولا حديث واحد صحيح لكن هي سورة من القرآن العظيم وسورة عظيمة لكن ما تميز براها وطابعين الناس في كتاب براها يقول لك سورة ياسين ودعاء السبع المنجيات ده كل ما عنده علاقة بالدين ناس ألفوا من رأسهم وباعوا كتب وقالوا بها قرشين ده الموضوع لكن لا فيها حديث صحيح لا فيها آية قالت هذا الكلام جزاكم الله خير بارك الله فيكم أجمعين.